الموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت، أهلا وسهلا بحضرتك. سعداء بوجودك معنا وسعداء بقبولك ل يعني استضافتك في هذا البرنامج. أشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتورة، وأنا سعيد بوجودي مع حضرتك برضو. يعني مؤكد ان احنا كلنا سعداء، وطبعا احنا متعودين نشوف حضرتك على المسرح وفي يعني وضع اخر، لكن النهارده فرصه ان احنا نتكلم مع بعض. لا من حظي. شكرا جزيلا. انا الحقيقه عايزه ابتدي بكلمه قريتها في كتاب جديد صدر عنك. حضرتك بتقول انه بتتكلم عن الموسيقى، فعجبتني الحقيقه جدا التشبيه، جميل. قلت ان العالم بلا موسيقى كأنه الحياة بلا ماء ولا هواء. ده حقيقي، أهمية الموسيقى للبشر الحقيقة. يعني أنها فن، ويعتبر أصعب الفنون، هو فن صعب. فن صعب، لأنه بيتعامل مع الحس ومع الوجدان بدون ما يكون مرئي أو ملموس، أو يعني زي اللوحة مثلا مرسومة أو لا. الموسيقى بتخاطب الوجدان والأحاسيس والروح، يعني فهي فن جميل جدا. ومن حظي إن أنا ربنا امتهنت هذه الموهبة دي. إن كان ممكن نقول عليها مهنة، هي هواية ولا مهنة؟ هي الهواية أحلى، بس ولا حب؟ يعني لا، يعني دي أحلاهم بقى الحب دي. هي حب اولا، وموهبه من عند الله سبحانه وتعالى. و بتبقى يعني حاسس انها مكافاه ليا، يعني ان ربنا اداني الموهبه دي. وهي مكافاه لينا كمان كجمهور الحقيقه. الله يخليك.